السلام عليكم. إن شاء الله أشرح المرة دي الـ difference amplifier. الورق اللي هستخدمه هو ورق خاص بأستاذ أشرف شوقي، أستاذ دكتور أشرف شوقي، أستاذ دكتور المادة في كلية هندسة المادة. هتكلم عن الـ difference amplifier. هو الـ difference amplifier بيكون two transistors كده، يعني face to face مش back to back زي ما كنا بنعمل قبل كده. في هنا V2، هنا V1 ده الـ input، وهنا VC1 و VC2 ده الـ output بتاع كل ترانزستور فيهم. هنا كده في الـ VCC، دي الـ RC، ودي الـ RC، وطبعا بيمر من هنا ايه IC برضو، IC1 بيمر من هنا IC2، وفي هنا التيار اللي بيمشي اللي هو التوتال اللي هيبقى خارج من الايه الاربعه الاثنين دول، ودي اسمها Q1 ودي اسمها Q2. في عندنا من الرسمه دي يعني هنمشي عليها كذا بكذا حاله. لما يكون ال V input اول حاجه، لما يكون ال V1 بيساوي ال V2، وده بيبقى اسمه ايه V common mode، ان الايه التو فولتج شبه بعض. من المنظر كده انا عندي Q1 متطبع عليه V1 وعليه مقاومة RC، وفي فوق VCC، وفي تحت ايه تيار نازل، وفي هنا ايه نيجاتيف VE. هبص على Q2 هلاقي برضو نفس الكلام، V2 RC نفس كل حاجة، بس اختلاف ال V1 وال V2. هو هنا قال لي ان ال V1 بتساوي V2، معنى كده ان Q1 و Q2 identical transistors متطبق عليهم نفس الحاجات بالظبط، نفس كم الفولتج، نفس كم المقاومات، نفس كل حاجه. فده يخلي ان التيار اللي يمشي هنا يكون هو نفس التيار اللي هيمشي هنا، يعني التيار لما يجي هنا كده هيروح جاي مكمل على تحت على طول، ونفس الكلام هنا. فهيبقى ساعتها الاي اميتر واحد، هيبقى هو نفسه الاي اميتر اتنين، هيبقى الاي على الاتنين. الاي كولكتور واحد هيساوي الاي كولكتور اتنين، لان ايه زي ما قلنا هما الاثنين ايدنتيكال. الاي كولكتور علاقته ايه بالاي اميتر؟ هو الفا في الاي اميتر، فسواء بقى الفا اي اميتر واحد او اي اميتر اتنين ايه مش هتفرق. الاي اميتر نفسها بتساوي ايه؟ بتساوي الاي على اتنين، فيبقى الفا اي على اتنين. دي قيمة الايه الاي كولكتور. الاوتبوت فولتج بتاع الكونفيجريشن ده هي ايه؟ هي الفي سي واحد ناقص الفي سي اتنين ناقص الفي سي واحد. فيبقى هنا كده ال V output هي ال VC2 ناقص ال VC1. ال VC2 لو أنا عاوز أحسبها هي ال VCC متاخد منها الفولت بتاع ال RC، وال VC1 نفس الكلام. فبما إن ال VCC هي ال VCC وال RC هي ال RC، فده معناه إن ال VC2 لو مثلا طلعت واحد، فال VC1 هتطلع واحد هي كمان، فالإيه فال V output ساعتها هيكون 0. تمام، هنخش على الحالة اللي بعدها. في الحالة دي Q2 وصل على الجراوند، Q1 وصل عليه 1 فولت، أو يعني إيه أي بوست فولتج. في هنا الـ I، تمام، هنا الـ A، نفس الرسمة اللي فاتت بالظبط، بس الفرق إن أنا إيه ده بدل ما كان نعلق قيمة هوصله على الجرام. من المنظر كده اللي عليه فولتج أعلى هشغله الأول، وبعد كده أشوف هل التاني هيشتغل ولا لأ. يعني هنا من البيز بتاعه أعلى Q1، Q1 عليه 1 فولت كده وكده، فQ1 عشان يشتغل لازم الـ A الـ ال VBE بتاعته تكون ب7/10. أنا عندي هنا ال VBE بواحد، فيبقى ال VE عشان بتاع ده يتعمل فتبقى 3/10. بما إن ده كده كله نفس النقطة، فدي برضو هنا المفروض هتكون 3/10. طيب هل وجود هنا 3/10 هيشغل هيخلي ده شغال؟ يعني تكون ساعتها ال VBE بتاعته هي إيه؟ هي 0 - 3/10، يعني هتبقى بالنيجاتيف يعني، فده هيبقى إيه أوف.
لان الفي بي اي بتاعته مش بسبعة من عشرة، عشان هي ايه نيجاتيف فاليو، ده هيبقى ايه اون. طالما ده الاون فهو الوحيد اللي هيمشي تيار، فساعتها هيكون الاي اي بتاعته كلها على بعضها بتساوي الايه الاي بتاعتنا اللي هي الايه الاي دي. الفي سي واحد بتاعته قلنا هنا ايه، ده في سي واحد وده في سي اتنين. المرة دي بقى الفي اوتبوت مش هتكون بتساوي ايه، مش هتكون بتساوي صفر، لان الموضوع مش ايدنتيكال، واحد اوف واحد اون. فانا عشان احسب الفي سي واحد هتكون هي الفي سي سي مطروح منها التيار بتاع الكوليكتور اللي مضروب فيه الريزيستنس الار سي، يعني الفولت اللي الار سي هتسحبه، فهتبقى ايه اي سي ار سي. الاي سي احنا قلنا هي ايه في سي سي، هي الفا اي اي، والاي اي هي الاي تي، او هي الاي يعني توتال الفا في الاي بتاع دي مين دي في سي 1. في سي 2 من المنظر كده كيو 2 اوف، فما فيش اي تيار هيمشي. فطالما ما فيش تيار ماشي فاكن المقاومه دي بالظبط سلك، بتعمل ايه يعني، بتمرر الفولت وخلاص. يعني هنا كده الفولت هو في سي سي، فيبقى الفي سي 2 بتساوي الفي سي سي كلها. فهجيب ال V output هتبقى هي ال VC 2 minus ال VC 1 اللي هي VCC minus VCC plus alpha A IRC. فيبقى ال V output تساوي alpha في ال IRC. دي تاني حالة في الجزئية دي. تالت حالة هنا برضو على الجراوند، بس هنا بقى بدل ما هو كان بوستيف فولتج هيبقى ايه نيجاتيف 1 فولت. دي سي سي ار سي أرسل. وفي هنا الـ A هنا التيار، وهنا ايه نيجاتيف ال في اي. طيب برضو زي ما هناك اديت اولويه للكيو 1 ان اشغله الاول وبعدين اشوف هل كيو 2 ساعتها هيبقى شغال ولا لا، نفس الكلام هنا. هنا اللي عنده فولتج اعلى هو كيو 2 مش كيو 1، لان كيو 1 نيجاتيف فولتج، فعشان كيو 2 يبقى اون نفس الكلام لازم ليه الفي بيز الميتر جانكشن بتاعته تكون ب 7 من 10. طيب البيز بصفر، فعشان الاميتر تبقى يبقى الفرق ما بينهم 7 من 10 لازم ان الفي اميتر تكون سالب 7 من 10. فساعتها لو دي سالب 7 من 10 فده برضه هتكون سالب 7 من 10. تعالى نشوف بقى هل Q1 هيبقى اون ساعتها ولا لا، فهيبقى ايه سالب 1 ناقص سالب 7 من 10 اللي هو ايه الناتج هيكون سالب 3 من 10 فولت. فطبعا دوت هيكون اوف وده هيكون اون. تمام، نعمل برضو نفس الحساب بتاع التيار بتاعت اللي قبله. هنا بدل ما كان اي اي واحد هو اللي بيساوي التيار كله، هيبقى الاي اي اتنين هو اللي بيساوي التيار كله. الفي سي واحد هيكون بيساوي الفي سي سي، لان برضو ايه نفس الكلام هنا مش هيمشي تيار، فدي هتبقى فدي هتمرر الفولت كله. الفي سي اتنين الفي سي اتنين هي اللي هتساوي في سي سي ماينس ار سي في الاي سي. ف
فاكرة ال VC 2 هتساوي VC C ماينس I C هي ألفا I E والـ I E هي الـ I T، فيبقى أو يعني الـ I بس، فيبقى هنا كده الـ إيه الـ V output في الحالة دي فهتبقى ساعتها الـ V output هي الـ VC 2 ماينس الـ VC 1. ال VC 2 هي دي زي ما هي ماينس ال VC 1 اللي هي ماينس ال VC C، فدي هتطير عليه فيبقى قال ان ال V output هي سالب الفا اي في ال RC. تمام، خش على الحالة اللي بعدها. هنا ال V input بيقول لي انها ايه small، يعني قيمة صغيرة، مش ما توصلش انها ايه تبقى مثلا 1 فولت شبه اللي احنا شبه الحالة التانية دي، لأ قيمة قليلة ممكن بالملي مثلا. هنا برضه RC، هنا RC، هنا ايه Q1 و Q2 و نيجاتيف اي، وهنا اللي بيمر الايه الاو. ف بنفس الكلام مين هنا اللي الفولت بتاعه اعلى هنبدأ بيه هو الكي 1، فعشان كي 1 يكون شغال يعني يكون اون فلازم الفرق الجهد ما بينهم يكون 7 من 10. فلو انا الفي انبوت بتاعتي دي صغيرة قوي فالفي ايميتر هياخد معظم ال7 من 10 دي، فلو هو خد معظم السبعة من عشرة طبعا بس هياخدها ايه بالسالب. يعني مثلا لو دي مثلا نفترض مثلا 1 من 1000 كده، فعشان يبقى الفرق الجهد ما بينهم 7 من 10 فلازم تكون التانية سالب او بوينت ايه كده، فساعتها ده هيكون الدي اميتر بالسالب. فلو دي كده مثلا سالب او بوينت 69 فدي برضه هتكون ايه سالب 0.69. هتيجي تشوف فرق الجهد اللي ما بين دي ودي هتلاقي برضه هتلاقي 0.69. واصلا يعني عشان البتاع يشتغل مش لازم تكون 7 من 10 شارب، ممكن تكون ايه 6 من 10، 7 من 10، 6.5، على حسب نوع الترانزستور نفسه. فكده نقدر نقول ان الاتنين هيكونوا اون بس مش بنفس المقدار، يعني مش التيار اللي هيبقى ماشي هنا مش هو نفس التيار اللي هيبقى ماشي هنا، مش هتبقى مثلا شبه الفي سي ام اللي هناك اللي هو ايه كان التيار مقسوم بينهم بالظبط، لا. هنكتب ايه، هنقول ان الـ IE1 هيكون هو الـ I على الاتنين بس زيادة حتة، والـ IE2 هي الـ I على الاتنين بس متشال منها حتة، نفس الحتة يعني. فهتيجي تجمع الاثنين مع بعض هتلاقي الدلتا اي طارت، يعني الحته دي والحته دي طالعه مع بعض يتفضل لك ايه الاي نفسها. عاوزين نحسب الاي سي عشان احنا كبرنا البتاع. عاوزين نحسب ال IC1 هي الألفا IE1، قلنا ال IE1 هو ايه كان ألفا IC على 2، مش IC بقى I بس، زائد دلتا I في ال IC2 هيبقى نفس الكلام ألفا IE2 اللي هي ألفا اي على 2 ناقص دلتا. عاوز احسب بقى ال VCC او يعني ال VC1 هي مين، هي VCC ماينس RC، ف
الاي سي واحد، الاي سي واحد احنا حاسبينه كام؟ حاسبينه الاي سي واحد، حاسبينه احنا اللي هو البي سي سي ماينس الار سي في الاي سي واحد اللي هي الفا اي على 2 زائد زائد دلتا. نشوف ال VC 2 هيكون نفس الكلام VCC minus RC في ال IC 2 اللي هي VCC minus ال RC ال IC 2 كده كده A ألفا y على 2 ناقص ناقص دلتا اه. عايز بقى احسب ال V output، هي مين؟ هي ال VC 2 minus ال VC 1. طيب لو جيت اطرح دي من دي، ففين فين ال VC 2؟ ال VC 2 هي اللي تحت وال VC 1 هي اللي فوق، فهتبقى دي بالسالب ودي بالموجب وكده بقى ايه هنجمع يعني خلاص كده. فدي هتجمع دي هنا سالب ال ار سي، ال ار سي طب تعال نوزعها كده هي هتبقى ار سي الفا اي على 2 زائد ار سي الفا دلتا اي، وبعدين سالب ار سي الفا اي على 2، وهنا سالب سالب بموجب فيبقى زائد برضو ايه ار سي الفا دلتا اي، دي تتجمع دي يتبقى لي 2 ار سي الفا دلتا اي. فيبقى كده الفي اوت بتساوي 2 ار سي الفا دلتا اي، وبما ان دلتا اي هي بتتناسب مع ال مع الفي انبوت، بدليل ان هناك لما كان الفي انبوت قيمه كبيره واحد مثلا كانت دلتا اي ديت بصفر، ما كانش فيه مش بصفر بقى، دلتا اي كانت بقيمة كبيرة اللي هي ايه اي على 2 نفسها، فده خلى ان الاي اي 1 تبقى اي على 2 زائد اي على 2 اللي هي اي نفسها، والاي 2 تبقى اي على 2 ناقص اي على 2 اللي هي بصفر، يعني ما كانش في حاجة بتمشي في الـ في الاي 2. فكل ما الفي انبوت كبرت كل ما الايه الدلتا اي كبرت كقيمة. ف فمثلا كده بما ان بقى يعني ال V input بتناسب مع مين؟ مع ال delta i، تمام كده. نخش على حالة تانية، وهي ان بدل بقى ما ال V input عندي هي DC، لا هنخليها AC. شكل الام عامل ازاي على كده؟ نفس الكلام هنا، دي كده ودي بي سي سي ومش عارف دي ار سي ودي ار سي برضو، كل الكلام كل يعني نفس ال نفس الرسمة بتاعت الايه اللي قبل كده يعني. من المنظر هنا كده ده كده كومون اميتر، لان ليه الانبوت بتاع البيز والاوتبوت على الكوليكتور، فده كده كومون اميتر. كومون اميتر بيكون ايه؟ بيكون يعني الاوتبوت بتاعه اوت اوف فيز، فدي طالما هي عامله كده فدي هتبقى عامله كده. الانبوت بتاع كيو 2 ده كيو 1 وده كيو 2، الانبوت بتاع كيو 2 هو من هنا، يعني التغير في التيار اللي هيبقى موجود هنا في الاي اميتر هيعتبر هو الانبوت بتاع الترانزستور دوت، لان البيز بتاعته واصله على الجراوند. فطالما فده كده كومن بيز، الكومن بيز بيكون الاوتبوت بتاعه ايه ان فيز،
هيكون عامل كده. دي في سي واحد ودي في سي اتنين، فده كده الايه، ده هيبقى شكل الخارج في حالة ان انا كنت كان الانبوت عندي اي سي. طيب هنمثل الدايرة دي بحاجة تانية كده. ده كده هو ال VC1 وده كده هو ال VC2 وده ال input بتاع Q1 وده ال input بتاع Q2. لو احنا هيبقى differential amplifier هيكون في عندي 2 inputs، هو ايه هيفرق ما بينهم. طيب اول حالة عندي يعني برضه احنا ماشيينها ايه نظام برضه حالات، ان ال input اللي هنا عامل كده فالانبوت اللي هنا اوت اوف فيز كده. فعشان اسهل على نفسي في حساب الجزئيه دي هعملها سوبر بوزيشن، هعتبر ان الانبوت ده بس هو اللي موجود وده مش موجود، وبعدين هعتبر ان ده موجود وده مش موجود، واروح جاي جامعهم مع بعض. فاول مره هعتبر ان ده بس موجود تاني على ايه على الجراوند، وهيبقى خارج لي حاجتين، هنا ده الفي سي واحد وده الفي سي اتنين. لو ده الانبوت بتاع الكيو وان فالكيو وان مع نفسه هيبقى ايه اوت اوف فيز كده، ومع التاني هيبقى ان فيز. دي اول حالة. الحالة التانية العكس بقى، ان ده هو اللي على الجراوند وان الانبوت اللي جاي هنا، وطبعا الانبوت ايه اوت اوف فيز اصلا من الاول، فده الانبوت على كيو 2، فالاوتبوت اللي هو في سي 2 هيكون ايه اوت اوف فيز معاه، يعني هيكون كده، والانبوت بتاع في سي 1 هيكون ان فيز معاه. فهنيجي نجمع الاثنين مع بعض، هنلاقي ان هما يعني بيعملوا امبليفاي لبعض، دي ودي شبه بعض ودي ودي شبه بعض. فلو ديت ليها في بيك ودي نفس الكلام ودي نفس الكلام، دي تبقى ماشي دي نفس الكلام، دي بقى ايه دي نيجاتيف ودي نيجاتيف. فلما اجمع التو اوتبوتس مع بعض هيبقى الاوتبوت 2 في بيك هنا و2 في بيك هنا. وده ايه ده اسمه الديفرنس مود. لو انا عندي دي كانت في حالة ان 2 inputs out of phase. طيب لو 2 inputs in phase، مثلا واحد كده واحد كده، فهنعمل برضه نفس الطريقة بقى في موضوع ال superposition. فواحدة هتبقى معانا واحدة على الجراوند، فدي دي ده الانبوت بتاع Q1، فالاوتبوت بتاعها هي نفسها هيكون اوت اوف فيز، والانبوت بتاع التانية هيكون ان فيز، والعكس هنا. انا كده كده الاثنين ايه ان فيز المرة دي، فدي مش هتفرق كده. فالاوتبوت بتاع دي هيكون اوت اوف فيز معاها كده، وبتاع دي ان فيز معاها. فلما اجي اجمع التو اوت تو اوتبوت دول ايه، ده هيكنسل ده ده هيكنسل ده، فلان الايه اللي الاوتبوت بتاعهم يعني بصفار. ده اسمه ايه ده اسمه الكومن مود. نفس الكلام اللي لسه قايلينه في الوايت بورد، كله موجود هنا في الورقة بتاع الدكتور بنفس الخطوات بنفس كل حاجة. في هنا اكزامبل مدين التوصيلة دي بس مديها على بي ان بي مش ان بي ان. بيقول ان معيار الفي بي اف 7 من 10، ان الالفا بواحد، وهات لي الفي سي واحد الفي سي اتنين والفي اي، وكرر تاني لو كان ايه التو بيزز على الايه على الجراوند. فانا هنا مثلا لو عملت اسيوم ان ايه
ان كيو 2 هو اللي اون، فدي هتبقى بايه؟ ب7 من 10. فده هيخليلي لو دي ب7 من 10 فدي برضه هتكون ايه؟ 7 من 10. فده هيخليلي Q1 يبقى off، لأن يعني فرق الجهد ما بينهم مش هيبقى 7 من 10، هيبقى 2 من 10. فساعتها الايه ده بس اللي هيبقى شغال، فالتيار اللي هيبقى ماشي اللي هو الاي توتال هيبقى هو الاي ايميتر واحد بس، لان ايه عندي الالفا بواحد فمفيش تيار ماشي هنا، فالتيار الايه الايميتر اللي هنا هيروح هو اللي هيروح جاي من كام. فهنا الايه الاي توتال هو الاي اي 1، عايز احسب الاي اي 1 هو الخمسة فولتج اللي فوق دي ناقص الفي ايميتر على الواحد كيلو، او يعني ايه الفي بيز الايميتر بيز ايميتر يعني. فيبقى 5 ناقص 7 من 10 على 1 4.8 ملي امبير. احسب الفي سي 1، فين الفي سي 1؟ الفي سي 1 اللي هنا هو الاي سي في الار سي ناقص الفي سي سي. الاي سي كده كده بصفر في هنا لان ده اوف، فهيطلع الايه الفي سي بماينس 5 في الفي سي 2 هتبقى ايه ماينس الفي سي سي بلس الاي سي في الار سي. قلنا الاي سي هو هو نفسه الاي اي يعني الالفا بواحد، عوض وحسبت الايه الفي سي 2، الفي اوت هي الفي سي 2 ناقص الفي سي 1 يطلع 4.3. لو الاثنين على الجراوند بالشكل دوت يبقى هما ايه، يبقى كده الايه الاثنين هيبقوا اون، فيبقى الاي تي على الاثنين التيار هتوزع هتقسم عليهم هما الاثنين، فيبقى ايه نص 5 ناقص 7 من 10 على 1. فساعتها يعني ايه لو ده عشان ده يبقى اون فدي على الجراوند فدي هتكون 7 من 10، فدي 7 من 10 ودي 7 من 10 كمان، وده على الجراوند فهي هيبقوا الاثنين اون. يبقى الفي سي 1 ماينس الفي سي بلس و اي سي 1 ار سي، وهنا بلس الاي سي هحسبهم هما الاثنين فهطلع الفي اوت هلاقي ايه؟ هلاقي بزيرو، لان كده هم يعتبروا في الكومن مود. طيب هنتكلم عن اللارج سيجنال اوبريشن. القانون التيار بتاع الترانزستور ايه اي سي بيساوي اي اس اي اس في بي اي على في تي. ده من ايام الدايت. فالفي بي اي 1 هي نفسها هي الفي بي 1 ناقص الفي اي، على اعتبار ان الفي اي بتاعهم هما الاثنين واحد، فمفيش في اي 1 وفي اي 2 هو نفس الفي اي. فيبقى الاي سي بيساوي اي اس اي اس في بي 1 ناقص الفي اي على الفي تي. الاي اي 1 هو الاي سي على الالفا، فيبقى هاخد الكلام دوت كده انزله واقسمه على الفا، فيبقى الاي اس على الفا اي اس في بي 1 ناقص الفي اي على الفي تي، ودي كده ايه اول معادله. نفس الكلام الاي 2 هيبقى الاي سي 2 على الالفا، فيبقى نفس كل حاجه بس الفي بي 1 هتبقى ايه هتبقى في بي 2. هقسم الاثنين على بعض، دي هتطير مع دي ودول مقسومين على بعض، فالاسس هتبقى مطروحه من بعض، يعني هيبقى عندي في بي 1 ماينس الفي اي على الفي تي ناقص في بي 2 ماينس الفي اي على الفي تي بقى. بما ان كده المقام بتاعهم واحد فايه هيبقى كأن دي هنا كده ودي بالسالب ودي بالموجب، ففي اي ناقص الفي اي فهيصفر، فهيتفضل لي في بي 1 ناقص في 2 ناقص في بي 2 على الفي تي. الاي اي 1 كده بتساوي يعني انا خلاص يبقى عندي الاي اي 1 على الاي اي 2 بتساوي الكلام ده، فلو انا عايز احسب الاي اي 1 فيبقى الكلام دوت مضروب في الاي اي 2، فيبقى الاي اي 1 بتساوي الاي اي 2 اي اس في بي 1 ناقص في بي 2 على الفي تي. طب لو انا عايز الاي اي 2 ف لو قلت مثلا دي على واحد فانا عايز دي، فيبقى ده على ده فهي هتنزل في المقام. هطلعها فوق بص سالب، بص سالب هيخش على جوه، فالفي بي 1 هتبقى بالسالب والفي بي 2 هي اللي هتبقى بالموجب، يعني هتبقى في بي 2 ناقص الفي بي 1. طيب الاي اي 1 على الاي اي 1 زائد الاي اي 2، فدي الاي اي 1 على الاي اي 1 زائد الاي اي 2 اعوض عنها بدلاله الاي اي 1 هتبقى الاي اي 1 اي اس في بي 2 ناقص الفي بي 1 على الفي تي. هقسم على الاي اي 1 فوق وتحت، فيبقى 1 على 1 زائد اي اس في بي 2 ناقص الفي بي 1 على الفي تي. بما ان كده كده الاي اي 1 زائد الاي اي 2 هي نفسها الاي توتال، والفي بي 1 ناقص الفي بي 2 هنسميها الفي اي دي، فيبقى الاي اي 1 على الاي ايه الفي اي دي اللي هي ايه الديفرنس اللي ما بين الانبوت فولتج بتاع التو ترانزستور اللي هو في انبوت ديفرنس. فواحد على واحد زائد اي اس سالب في اي دي على الفي تي، لان ايه انا عندي هنا في بي 2 ناقص الفي بي 1 وهي في بي 1 ناقص في 2، فتبقى يعني السالب بتاعها. فيبقى الاي اي 1 هي التوتال اي توتال كارنت على واحد زائد اي اس سالب في اي دي على الفي تي.
بنفس الطريقة هحسب الـ i2 فهتبقى نفس كل حاجة بس بدل السالب موجب. الـ IC1 هرجع بقى تاني من هنا، ده الـ IC اللي كنت عامله، الـ IC1 هو ألفا على IE1، فيبقى الكلام دوت مضروب في إيه؟ في ألفا، وعلى اعتبار إن إحنا هنشتغل عند الألفا بواحد، أو الألفا هتكون إيه قيمتها تقريبا مقربة من الواحد، فيبقى إيه I على، فتبقى نفس القيمة يعني I على 1 زائد E والسالب V I D V T، ونفس الكلام هنا. طيب انا كنت شغال في الكومن مود، كان الفي بي 1 بيساوي الفي بي 2 بيساوي الفي سي ام، فساعتها الايه ال بتاع ده الفي اي دي هي مين؟ هي في بي 2، في بي 1 ناقص الفي بي 2. طيب هو انا بيقول ان الفي بي 1 بيساوي الفي بي 2، فانا دي هتصفر، فيقص صفر بواحد، فاي على واحد زائد واحد يبقى اي على الاثنين، ونفس الكلام الناحية التانية. لما ما يكونوش بيساوا بعض، لو هنرسم علاقة التيارات اللي هو الاي سي على الاي هنا وهنا بعلاقتهم بالفي اي دي على الفي تي، هلاقي ان الاي سي 2 مع الاي كل ما الفي اي دي على الفي تي بتزيد هي بتقل، والعكس هنا، ده انا عندي هنا الاي سي 1 الاس بتاعها بالسالب، فكل ما دي تكبر كل ما قيمة دي تقل، فكل ما الايه طالما دي قلت يبقى المقام قل، فالاي سي 1 بتزيد. هنا العكس، الاي سي 2 القيمه الاس بتاعها هنا بوزيتيف، فكل ما الفي اي دي على البي تي زادت كل ما المقام قيمته زادت، فساعتها الاي سي 2 قيمتها بتقل اكتر. يعني عند القيم النيجاتيف بتبدا عاليه وبعدين بتنزل بتقل، والتانيه بتبدا قليله وبتعلى. فمثلا من الرسم هنا لو انا وصلت ان الفي اي دي على البي تي ب 4 هنا كده، فالفي اي دي على الفي تي ب 4، فيبقى الفي اي دي بتساوي 4 في الفي تي، الفي تي كده كده 25 ملي فولت، دي يعني احنا مثبتينها هنا، ممكن في مراجعه بتشتغل 25 في مراجعه بتشتغل 26، بس احنا مثبتينها على سنها 25. فالفي اي دي ساعتها يكون ايه 100 ملي فولت. بالمنظر كده يبقى ايه 1 ترانزستور از اون باسز اول اي، والذا اذر هيكون اوف، لان هنا هلاقي التيار بتاع مثلا بتاع الاي سي 2 قليل قوي، فممكن اعتبره ان هو اوف، في حين ان التيار بتاع الاي سي 1 هلاقيه عالي مقارنة، يعني ده مقارنة بده يعني. وعشان كده الحوار ده بيشتغل ايه كفاست كارنت سويتش، اقدر اشفت إيه يعني اخلي بتاع ايه يون ويقف بسرعة. فايند الفي اي دي تو ميك ان الاي اي 1 ب 0.99 اي، وان الاي اي 1 بنص التيار. مش بكل بساطة احنا طلعنا قوانين الاي اي 1 اللي فيها الاي والفي اي دي والفي تي، البي تي كده كده معايا، والايه وهو طالب من الفي اي دي ومديني الاي اي 1 بدلاله الاي، فده يعني هعوض هنا، فالتيار هيتم مع التيار احسب الفي اي دي بسهوله، نفس الكلام هنا ده هيتم مع ده هحسب الايه الفي اي دي برضو بسهوله. طيب الدي سي اناليسيز بتاع الكلام ده، هنمشي على 3 كيسز، الابروكسيميت والايديال كيس والاكزاكت كيس. الابروكسيميت كيس دي يعني من اسمها هي تقريبية، فلو جينا مثلا ناخد لوب من هنا فيبقى زيرو، وبعدين ال في بي اي اللي هو البيز ايميتر جانكشن، وبعد كده الاي تي في الار اي، وبعد كده نيجاتيف الفي اي اي. فلو انا عايز احسب الاي تي هتكون ايه في اي اي ماينس الفي بي اي على الار اي. طيب الايديال كيس، في الايديال كيس بعتبر ان ال في الايدل كيس هو هنا بيقول لي ان الفي اي اي هتكون اكبر بكتير من الفي بي اي، وفي نفس الوقت انا بعتبر اصلا ان الترانزستورز الفي بي اي بتاعتها بتكون قليله قوي، لان المفروض يعني ان الايدل ترانزستور ما يكونش له في بي اي اصلا. فالاي تي هيبقى ايه في اي اي على الار اي، فالاي اي 1 هيساوي الاي اي 2 هيساوي ايه النص بالظبط، والفي اوت بتساوي في سي 2 ناقص الفي سي 1. الاكزاكت كيس بقى ببدا ادخل معايا الايه المقاومه بتاعت البيز، المقام بتاعت البيز اللي هنا، انا هنا في الايه في الحاجات دي كنت بعملها نجلكت تمام. لو بصيت من هنا عشان احسب المقاومه اللي ناحيه الاميتر هنا اللي هتبقى الار اي، شايفاها انا عندي عند البيز ار بي، التيار اللي بيمر في البيز هو نفسه الاي بيز، فلو انا عايز انقل المقاومه دي هنا يعني، او يعني اشوف ده بالنسبه له هتبقى ازاي، فالتيار اللي بيمر هنا هو الاي اميتر، فعلاقه التيار الاي اميتر بالاي بيز ان الاي اميتر بيساوي 1 زائد بيتا في الاي بيز. فلو انا عاوز انقل المقاومه دي هنا
بدون ما اغير في قيمه الفولت بتاعتها. يعني مثلا انا قاعد احسب الفولت بتاع الار بي، فهيكون ايه الار بي في الاي بي، فعشان اثبت ان لما تنقل هنا وتنضرب في الاي اي يديني نفس القيمه، انا عندي الاي بقت الايه 1 زائد بيتا اي بيز. فعشان لو انا عندي هنا الار بي في الاي اي هعوض عن الاي اي بواحد زائد بيتا اي بيز، طب انا عايز اخليها ار بي اي بيز بس، يبقى اروح جاي اقسم الار بي دي على 1 زائد بيتا. فساعتها لما اعوض عن الاي اي بواحد زائد بيتا اي بيز، الواحد زائد بيتا هيطير مع الواحد زائد بيتا، لان الار بي لسه مضروبه في الاي بي زي ما هي. فالار انبوت في ناحيه الليميتر هي الار بي على 1 زائد بيتا، في واحده هنا وواحده هنا، يبقى التوتال بتاعهم ايه الاثنين مع بعض توازي. الاثنين مع بعض توازي، فهتبقى ايه ار بي على 2 في 1 زائد بيتا. لو الاثنين دخلوا الجواب هيبقى ار بي على 2 زائد 2 بيتا لبيتا، كده كده اصلا بتكون قيمه كبيره، ف 2 فيها زائد 2 اقدر انجلكت الاثنين عادي يعني، فيبقى الار بي على 2 بيتا. فيبقى الار توتال في الاميتر بقى خلاص، هيبقى عندي الاثنين دول توازي وهما مع الار اي توالي، فيبقى الار بي على 2 بيتا زائد الار اي. فلو جيت احسب بقى الاي تي، فيبقى الفي اي ناقص الفي بي اي فوق انا كنت قايل ار اي، هنا هتبقى ايه ار بي على 2 بي على 2 بيتا. دي الاكزاكت كيس اكزامبل. مديني البيتا بتاعت الدي سي 100، كيو 1 وكيو 2 قايل ان هما ايدنتيكال، عايزني احسب له الفي اوتبوت في حاله انا كنت ايديال، او ايه في حاله الابروكسيميت، او في حاله الاكزاكت. وهو هنا كده كده ايه مفيش مقاومه هنا، فالفي اوتبوت باخده من هنا بس. فالاي تي هتبقى ايه 15 ناقص 0، ده في حاله الايديال. وفي الايديال قلنا مفيش في بي اي، فيبقى 15 ناقص 0 على 15 يديني 1 مللي امبير. الاي 1 بيساوي الاي 2 بيساوي الاي تي على 2. والحالات دي يعني القوانين دي ممكن تتحفظ ويتعوض بيها على طول، لان هيجي في مسائل يقول لك حل لي مره حل لي بالابروكسيميت او بالايديال، بالاكزاكت او بالايديال، او ممكن يطلب الثلاثه. فالقوانين المهم تكون محفوظه ومعروف كل كيس قوانينها ايه وبنعوض عنها ازاي. الفي اوت هي الفي سي سي ماينس الاي سي في الار سي، فهتبقى الفي سي سي ماينس الاي سي اللي هي ايه الفا اي اي، والاي اي معايا ايه، والالفا دي اللي هي بيتا على 1 زائد بيتا. حسبنا الفي اوت. الابروكسيميت كيس هروح جاي معوض عن الـ عن الفي بي اي ب 7 من 10، والاي اي اي تي على الاثنين برضو، بس هتتغير بقى لان الاي نفسها هتتغير. والفي اوت يعني نفس الحسابات، الاي تي هتبقى الفي اي ناقص الفي بي اي على مش عارف ايه، نفس كل حاجة يعني. هنقعد بالقانون بتاع حالة الاكزاكت، مفيش فيها حاجة. الاي اي واحد بيساوي الاي اتنين برضه بيساوي الاي تي على الاتنين. يعني هلاقي ان دايما الاي تي بيختلف، بس بعد كده وانا بحسب الاي اي هي هي، وانا بحسب الفي اوتبوت هي هي، هلاقي ان ايه ان مع اختلاف الفي اوتبوت، يعني مع اختلاف الكيسز، لو انا عملت لها ايديال او ابروكسيميت او اكزاكت، هلاقي ان الفي اوتبوت الفرق ما بينها مش كبير قوي. يعني دي 7.5 ودي 7.9 ودي 7.99، يعني الفرق بين الابروكسيميت والاكزاكت مش كبير قوي. نلاحظ ان الفرق بين القيم صغير ايه رغم اختلاف التقريب، يعني كل مره بنكون ناخد ديفرنت ابروتش. سمول سيجنال اوبريشن، هنا انا عندي الفي اي تي اللي هي الفي انبوت ديفرنس، الديفرنس ما بين التو في انبوتس. الاي سي 1 قلنا الفا اي على 1 زائد اي اس سالب في اي دي على الفي تي، وهنا الاي سي 2 الفا اي على 1 زائد في اي دي على الفي تي، على اعتبار ان دي كانت الاي اميتر واحنا شلناها وخليناها اي سي على الفا وطلعنا الفا. طيب الاي سي بتساوي تمام، قلنا الكلام ده كنا هنضرب في فوق وتحت في اي اس في اي دي على 2 في تي، فهي تبقى الفا اي في اي اس في اي دي على 2 في تي. الاي اس في اي دي على 2 في تي هتخش على الواحد تنزل زي ما هي، هتخش على النيجاتيف تنزل ايه بالنيجاتيف فاليو بتاعتها. ده ابروكسيميشن ان اي اس بوزيتيف او نيجاتيف اكس هتبقى واحد بوزيتيف او نيجاتيف اكس، باعتبار ان الاكس وان لو الاكس يعني ده الابروكسيميشن ما ينفع لو كانت الاكس قليله قوي اقل من واحد يعني. فهنا عندي الاكس هي مين، الاكس هي الفي اي دي على 2 في تي، ف دي ودي ودي هيتفكوا الايه ده الابروكسيميشن ده، يعني ده هتبقى واحد زائد في اي دي على 2 في تي، ودي زائد ودي ناقص، دي هتطلع عليه فده تبقى 2، فتبقى الفا اي الالفا اي هتخش جوه، فالفا اي زائد الفا اي في اي دي على 2 في تي. فهوزع على 2، فيبقى الاي سي 1 بيساوي الفا اي على 2 زائد الفا اي 2 في تي في الفي اي دي على 2، ونفس الكلام تحت بس بالسالب.
فمن المعادلة 3 و4 دي يبقى أي زيادة دي في الايه في الدفرنس بتاع الانبوت بتؤدي الى زياده في الاي سي 1 واقلال في الاي سي 2 العكس. تمام. دي بالمنظر كده تشابه ان انا عندي اي سي كابيتال اللي هو الدي سي كومبوننت، والاي سي سمول اللي هو الاي سي كومبوننت. هشتغل على جزئيه الاي سي سمول اللي هو جزئيه الاي سي بس اللي هو بتاع السمول سيجنال، هيبقى الفا اي على 2 في تي في الفي اي دي على 2، اللي هي نفسها في اي دي على جي ام في اي دي على الاثنين. انا عندي الجي ام اصلا بتساوي ايه، بتساوي اي سي على الفي تي، وبما ان ال دي كده تعتبر ده كده تبع يعني جزء من تيار الاميتر، فالفا في الاميتر هي الاي سي، فتبقى الاي سي على الفي تي بجي ام. ونفس الكلام هنا جي ام في اي دي سالب جي ام في اي دي على الاثنين، فيبقى الاي سي 1 الفا اي على الاثنين زائد جي ام في اي دي على الاثنين، وهنا الفا اي على الاثنين سالب جي ام في اي دي على الاثنين. انت عندك ايه الاي دي الاي على الاثنين دي كده هي نفسها الاي اميتر، الاي اميتر مضروب في الالفا يدينا الاي كوليكتور، فتبقى الاي كوليكتور على الفي تي هي نفسها الايه الجي ام. ونفس الكلام هنا ايه في الاي سي واحد، بس الفرق بينهم هيبقى بالسالب. حاجة احسب الفي سي واحد هي ايه، الفي سي سي ماينس الاي سي واحد في الار سي، ونفس الكلام في الفي سي اتنين، اعوض بقانون هنا الاي سي هنا وهنا، اجيب الفي اوت اللي هي ايه الديفرنس ما بينهم، فهتبقى الفي سي اتنين دي زي ما هي، واحط هنا سالب، فالسالب ده يبقى يخلي دي سالب يخلي دي موجب يخلي دي موجب، فالفي سي دي هتطير مع دي، دي سالب ودي موجب دي هتطير مع دي، دي موجب ودي موجب، فهيتجمعوا مع بعض الاتنين والاتنين دول هيطير، فهيتبقى لي ايه جي ام اتنين ار سي في الفي اي دي، اقسم على الفي اي دي يديني جي ام في الار سي بس اللي هو الايه الجين، فالجين اللي هو ايه الفي اوتبوت على الفي انبوت ديفرنس. في حالة زي دي when current source resistance is infinite، هنا الفي اي دي هو الايه، انت عندك هنا التيار بتاع الاي اي، يعني احنا دي كده ده كده ايه التي موديل، التي موديل بتاع الايه بتاع الترانزستور الاولاني وده بتاع الترانزستور التاني، فهنا الفا اي اي فبيمر هنا اي اي، فطير نازل كده فهينزل هيعمل بولاريتي بالمنظر ده، فهتبقى الفي اي دي هي ايه اي اي في الار اي، اعتبر ان دي ار اي كده. والناحية التانية التيار طالع فهيبقى ايه دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، فهتبقى بالسالب سالب ال ثانية واحدة، المفروض ان ده كده يعني ده الجراوند، سالب سالب دي في دي، فدي ناقص دي مع السالب هتقلب موجب، فهتبقى الاي اي الاي اي ار اي زائد الاي اي ار اي، فيبقى الفي اي دي 2 اي اي ار اي. فيبقى الاي انبوت هو هو نفسه الايه الاي بيز هو هو نفسه الاي اي على 1 زائد بيتا اللي من علاقات التيارات ببعض، فيبقى الار اي دي هو الفي اي دي على الاي انبوت اللي هي 2 في 1 زائد بيتا ار اي، فيبقى الار اي دي من 1 زائد بيتا ار اي دي اللي هي الاربعه. عندنا كان الفي اي دي اللي هي 2 اي اي ار اي على الاي اي على 1 زائد بيتا، الاي اي هتطير مع الاي اي وال1 زائد بيتا ايه مقام المقام بس، فتديني 2 في 1 زائد بيتا ار اي، 1 زائد بيتا ار اي هي نفسها الاربعه دي برضو ايه من نفس حوار زي ما كنا فوق، جيت انقل المقاومه من هنا لهنا رحت جاي قاسمها على 1 زائد بيتا، يعني علاقه الار اي مع الار باي 1 زائد بيتا، عشان واحده بتمر في الامتر واحده بتمر في يعني واحده تبع الامتر واحده تبع البيز، والعلاقه ما بين الامتر والبيز برضو ايه 1 زائد بيتا. فالفي سي واحد الفي سي واحد هو ايه بالمنظر ده كده، انا لو في عندي تيار بيمر كده فهو برضه هيمر من عند الموجب السالب، فالفي سي واحد هتكون قيمتها سالبة، فهتكون سالب الفا اي اي في الار سي، وهنا لو التيار بيمر كده ليه اصلا ليه هنا دي نازلة ودي طالعة، يعني ليه انا مخليت دي طالعة وخليت دي نازلة مع ان في التي موديل في العادي التيار بيبقى نازل، احنا قلنا ان دي بتبقى ان فيز ودي اوت اوف فيس، فدي لما تبقى نازله كده هتخلي لي الفي سي واحد تطلع بالنيجاتيف، ودي عشان اخليها ان فيس بايدي في الاناليسيس عكس اتجاه التيار، الفي سي 2 لما تطلع معايا تطلع معايا قيمه موجبه على اساس ان ايه ان الاوتبوت في هنا ان فيس مع الانبوت وهنا اوت اوف فيس، عشان كده السهم بتاع التيار ده طالع لفوق. فالفي اوتبوت هي الفي سي 2 ناقص الفي سي 1، فتبقى ايه الفا اي اي ار سي اللي هي دي ناقص دي فهتبقى بالموجة، فتبقى 2 الفا اي ار سي 2 الفا ار سي في الايه في الاي اي، فيبقى الفي اوتبوت هشيل دي
عبارة عن قيمتها فوق اللي هي ايه، انا عندي هنا 2 اي اي في الار اي، فتبقى الفي اي دي على 2 ار اي، في اي دي على 2 ار اي، الاثنين هتجمع على 2، فيفضل ان الجي اوبل بتساوي ايه، الفا ار اي ار سي في الفي اي دي. الار اي اصلا كقانون هي مين؟ هي في تي على الاي اي، واحد عليها يبقى اي اي على الفي تي مضروبه في الفا دي مع بعض الدين الاي سي، اي سي على الفي تي هي مين؟ هي الجي ام، هيبقى جي ام ار سي في الايه، في الفي اي دي. هيبقى هنا انا عندي الاي في اللي هو الايه، الجين بي اوتبوت على على البي انبوت ديفرنس يديني الجي ام ار اس، هو نفس الجين اللي طلعناه فوق. لو دخلنا الار اي بقى اللي هي بتبقى موجوده اصلا في الـ في الترانزستور معانا في الـ في الاي سي اناليسيز، هلاقي ان ايه، ان الفي اي دي هنا بقى الاي اي في الار اي زائد الار اي، ونفس الكلام ايه هنا الار اي زائد الايه، يعني حتى لو جيت خدت لوب هنا كده فهو نفس الطريقه راح جاي ماشي كده وطالع من هنا تاني ماشي. الاي اي في مجموع المقامات كلها مع بعض، فيبقى ايه 2 اي اي في الار اي زائد الار اي، على ان كل اتنين مع بعض يعملوا 2، فاللي ناخد 2 على مشترك لبره، فيبقى الاي انبوت قلنا هو نفس الاي بيز اللي هي الاي اي على 1 زائد بيتا، فالار اي دي هي الفي اي دي على الاي انبوت. الفرق بس عن اللي فوق ان الفي اي دي نفسها كايه، كمعادله اختلفت، هشيل الفي اي دي واحط 2 اي اي ار اي زائد ار اي سمول زائد ار اي كابيتال، الاي اي هتطير مع الاي اي والواحد زائد بيتا هيطلع فوق، فيبقى 2 في 1 زائد بيتا ار اي زائد ار اي سمول زائد ار اي زائد الار اي كابيتال، والفي سي 1 برضه ماينس الفا اي اي ار سي، والفي سي 2 بلس الفا اي اي ار سي، هجيب الفي اوتبوت واجيب الاي اي دي، هيطلع معايا ايه ار سي على ار اي زائد زائد ار اي، يعني هعتبر ان ايه، ان الالفا هنا هتبقى قيمه قريبه من الواحد يعني. طيب اكزامبل هنا مدين البيتا ب 100، وعايز نحسب الار اي دي وعايز نحسب الفي اوتبوت على الفي سيجنال. الفي واحد يعني الفي انبوت الاولانيه هتبقى الفي سيجنال على الاثنين كقيمه، والثانيه هتبقى ايه سالب الفي سيجنال على الاثنين. تي 2 سيمتري، الاي اي واحد هيساوي الاي 2 هيساوي اي تي على الاثنين، لان الاي توتال معايا اللي هي 1 مللي امبير، فهتطلع ايه نص مللي امبير. احسب الار اي واحد والار اي 2 والقانون عادي، الفي تي على الاي اي، الفي تي كده كده ثابته 25 مللي فولت، والاي اي انا حسبتها تطلع 50 اوم. عايز احسب الار اي دي، احنا هنا بقى ايه هنشتغلها من دي مثلا، لان انا في عندي ار اي لو ما فيش هشتغلها باللي فوق، فهتبقى 2 في 1 زي بيتا، البيتا معايا والار اي معايا، الار كابتن معايا، حسبت الايه، حسبت الار اي دي. بعد كده هو عايز نحسب الفي اوتبوت على الفي سيجنال، هعملها اللي هو الفي اوتبوت على الفي انبوت ديفرنس، وبعد كده الفي سيج الفي انبوت ديفرنس على الفي سيجنال، واضرب الاثنين في بعض. فانا عندي هنا الفي اي دي، لو عاملها انا ممكن ايه اختزل البتاع دي كلها في المقاومه الار اي دي كده، فاعمل ايه شبه فولتج ديفايدر كده، فيبقى الفي سيجنال على 2 زائد الفي سيجنال على 2 مضروبه في المقاومه اللي انا عاوز احسب عندها الفولت على مجموع الثلاث مقاومات، فيبقى الفي سيجنال على 2 زائد الفي سيجنال على 2، 5 زائد 5 زائد الار اي دي. وانا طبعا ايه مضروبه في الار اي دي، فيبقى هنا كده الفي اي دي في سيجنال في الار اي دي على 10 زائد الار اي دي، هيبقى الفي اي دي على الفي سيجنال، هنزل دي هنا بيديني الار اي دي على 10 زائد الار اي دي، الار اي دي انا كنت حاسبها من هنا ب 40 و4، طلعت الايه الفي اي دي على الفي سيجنال. عايز اطلع بقى الفي اوتبوت ديفرنس على الفي اي دي اللي هي الفي انبوت ديفرنس يعني، فدي هنا كده ممكن اجيبها بتوتال ريزيستنس ان كوليكتور على توتال ريزيستنس على توتال ريزيستنس ان ايميتر، فتبقى هنا ايه 2 ار سي على 2 في الار اي زائد الار اي، فهعوض برضو كده كده ايه الار سي معايا، انا هرسمه الار سي معايا هرسمه ب 10، الار اي معايا والار اي سمول معايا والار اي كابيتال معايا، طلعت دي على دي، الاي دي عشان احسبها ايه هيبقى ده في ده اللي هي 50 في الاو بوينت 8 يطلع ال 40، ده كده اللي هو الايه اللي هو الاوفر اول جين. طيب الاي سي اناليسيس بتاع الكومن مود اللي هنا في في كومن وفي كومن، اللي هما بيقولوا الاتنين ايه واصلين مع بعض يعني. بما ان انا في الكومن مود، فانا التيار اللي هيبقى نازل هنا هينزل هنا كده على طول، والتيار اللي هيبقى نازل هنا هيبقى نازل هنا كده على طول، فاكن دي مش وصل بدي اصلا يعني، لو في هنا حاجه فالفولتج ديفرنس اللي ما بينهم اللي يعني ما بين النقطتين دي يعني، مثلا لو هنا 5 فهنا 5،
فالفرق الجهد على السلك ده صفر، فالسلك ما بيمرش بيه حاجة. فأنا أقدر أفصل لو دي مثلا ار اي، أقدر أفصلها للتو ريزيستنس بارلل مع بعض، قيمة كل واحدة فيهم 2 ار اي عشان التوتال بتاعتهم ترجع ار اي تاني. فالشكل دوت هو الايكويفالنت بتاع الشكل دوت، لو اعتبرنا ان هنا ايه، ان هنا كده في سلك، يعني لو دي هنا كده رحت انا جاي اقسمها على هنا كده لمقاومة ومقاومة، كل واحدة فيهم 2 ار اي، واحنا قلنا ان كده كده اصلا السلك ده يعني المنطقة دي كده مش هيمر فيها تيار، كده كده التيار اللي نازل هنا هيجي هينزل هنا، ولا حاجة ينزل هنا، فيعتبر ده مش موجود، اقدر اشيله ملوش لازمة. فهوصل ايه للشكل ده. طب بص انا اعمل الكلام دوت ايه على البورد. تمام، فهي دي الرسمة هنعمل لكل واحد فيهم التي موديل بتاعه. في عندنا هنا كده ايه current source عليه ال RE بتاعته، وبعدين ال RE التانية هنا اتنين RE، وهنا RE، هنا ايه قلنا هنعكس اتجاه البتاع عشان الاوتبوت بتاعها بيبقى ان فيز، وفي هنا ريزيستنس، وادي البي اوت ريزيستنس اللي هي الار سي. الناحية التانية التيار نازل لتحت، دي جراوند تو ريزيستنس برضو، ادي ايه الار اي، وادي الاتنين ار اي، وهنا البي سي ام، هنا البي سي ام، دي برضو ايه الفا اي اي، وهنا فوق هنا كده البي اوت. عاوز احسب البي اوت هو ايه، تعالى امشي كده بكل بساطة الفا اي اي في الار سي، عاوز احسب البي سي ام اللي تعتبر هنا البي ام بوت، برضه الترن اللي هيمشي مين هنا هو الاي اي، فيبقى الار اي زائد الاثنين ار اي مضروبة في مين، في الاي اي. عاوز احسب الجين دي بي سي ام، فيبقى ايه البي اوتبوت على البي بي سي ام يعني، والبي انبوت، فتبقى الفا اي اي ار سي، وهنا اي اي، وبعدين ار اي زائد اثنين ار اي، فال اي هيتشال مع الاي اي، فيتفضل لي الفا اي سي الفا ار سي على ار اي زائد 2 ار اي. لو اعتبرنا ثانية واحدة نكتب الفا ار سي على ار اي زائد 2 ار اي، هعمل شوية ابروكسيميشن كده، هقول ان الالفا يعني تقول الى الواحد، وأقول إن 2 ار اي أكبر بكتير من الار اي ديت، فهوصل في النهاية إن ال a في سي ام بيساوي الار سي على 2 ار اي، وده قانون نهائي يعني أقدر أستخدمه، يعني مش شرط كل مرة يديني فيها الكونفيجريشن بتاع ال a في سي ام أروح أحلله، أنا ممكن أشتغل بيه على طول. في واحدة تانية اللي هو السنجل اندد، هنا بقى ايه ما ينفعش اعمل الافتراض بتاع ما فات ان التيار اللي هينشي هنا هينزل وهيعمل، فا ايه تعال نرسم التي موديل بتاع ده والتي موديل بتاع ده. دي طالعة لفوق كده، دي هنا كده، وبعدين جراوند، وده مين؟ ادي طالعة فوق كده، وادي هنا كده في ريزيستنس، وبعدين جراوند، وادي ال في اوتبوت، وهنا كده في ار اي برضو، وبعدين سورس تاني،
وادي جراوند، وهنا نازل برضو هنا ايه الفا اي اي الفا اي اي، وهنا ار اي وهنا ار اي. وهنا الـ RE كاب. المنظر كده انا يعني ايه اشوف دي نود اهيت متوصل بيها الـ RE والـ RE، ومن النود التانية متوصلين هما الاتنين بالجراوند، فهما الاتنين كده ايه متوصلين مع بعض توازي، فاقدر ايه اعمل اعادة رسم للشكل دوت اللي هو ايه. انا ممكن يعني دي ممكن ابسطها بالشكل ده كده، دي كده نازلة على نازلة على الجراوند، وبعدين أنا عندي هنا كده ده كده الجراوند، دي كده الـ RE، وهنا نازل برضو على الـ إيه على الجراوند الـ RE كابت. أنا كده فصلت الاتنين على بعض لأن هما كده أصلا كانوا متصلين بنقطة الجراوند، فخلاص كل واحد فيهم متصل بالجراوند بشكل منفصل، فدي ودي إيه اتصلة مع من فوق بقى مع الـ RE التاني، فدي ودي مع بعض توازي. تمام. فأروح جاي رسمها كده، ادي هنا ادي الجراوند نفس الكلام، ادي الطيار طالع لفوق هنا كده الفا اي اي، وبعدين جراوند، وبعدين هنا ايه جراوند سورس نازل لتحت، وبعدين الار اي العادية الار العادية، وبعدين ايه تو ريزيستنس تانيين اللي هي الار اي بارلل مع الار اي، وده كده الايه الجراوند. مين اللي جاي هنا؟ دي الفي انبوت وفوق الفي اوت. عايز بقى برضو نفس الكلام، المفروض ان هو ايه سنجل اندد عشان في عندي ريزيستنس واحدة بس، هاجي احسب الفي اوتبوت هلاقيها عادي الفا اي اي في الـ RC، هاجي احسب الـ V input هلاقيها الـ IE مضروبة في الـ RE بلس الـ RE بارلل لمين؟ بارلل للـ RE. هقسم الاتنين على بعض عشان احسب الجين، فيبقى هنا كده الـ AV single ended هيساوي الفا اي اي ار سي على اي اي في ار اي بلس ار اي بارلل لمين؟ بارلل الار اي. الاي اي هتشيل مع الاي اي، والالفا برضه هعتبرها بايه؟ والالفا برضه هعتبرها بواحد. الار اي كقيمه هي اصغر من الار اي، فطالما هما الاثنين بارلل فهتديني تقريبا قيمه الار اي نفسها مجموعه على الار اي، فالموضوع دوت ايه ابروكسيميتلي هيديني ار سي على 2 ار اي. ده الجيم بتاع السنجل اندد. السنجل بتاع الديفرنشال، الديفرنشال كاناليسيز وكل حاجه ما يفرقش اي حاجه عن السنجل اندد، غير بس ايه ان انا هنا بدل ما كانت ديت بدل ما كانت دي كده على الفاضي هيبقى في هنا ايه ريزيستنس، ريزيستنس ايه ار سي برضه، والريزيستنس ليه ليها في اوت برضه، فيبقى الاناليسيس كاناليسيس هو هو بالظبط. الفرق بس ان انا هيبقى عندي بدل ما كنت بحسب الفي اوت هنا بس، فيبقى عندي في سي واحد وفي سي اتنين اطرحهم من بعض يديني في الاخر يعني هيديني ايه هو نفس اللي انا عملته بالظبط. يعني الفي سي اتنين قلنا انها بتساوي الفا اي اي ار سي، فيبقى الفي سي واحد هيبقى ايه بالنيجاتيف لان اتجاه التيار هنا عكس اتجاه التيار هنا. هقول ان في سي 2 ناقص الفي سي 1 فدي هتبقى بالبوستيف لما تطرح من بعض، فهتبقى التوتال في اوتبوت هي 2 الكلام ده 2 الفا اي اي ار سي. لما اجي اقسم الاثنين على بعض هيطلع لي الجين كام؟ اكن بالظبط ضربت في 2 لان الفي اوتبوت هي اللي كانت في البوست، فيطلع الاي في بتاع الايه الديفرنشال هناك كان الايه كان الار سي على 2 ار اي، هنا هيبقى الار سي على الار اي بس. فالثلاث قوانين بتوع الجيم بتاع الديفرنشال والسنجل اندد والكومن مود المفروض يكونوا ايه محفوظين يعني. ولو هنحسب هنا الانبوت ريزيستنس
في الديفرنشال انا كان عندي معادله البي انبوت هتبقى هي كده كده، اللي هي بي انبوت اي اي في الار اي زائد الار اي بارلل لايه للار اي، والاي انبوت هنا هو نفس الايه التيار اللي بتاع البيس، ف الاي انبوت هو نفس الاي بيز اللي هو الاي بيز بيساوي الاي اي على واحد على واحد زائد بيتا. فعشان احسب الار انبوت هي مين، هي البي انبوت على الاي انبوت، فولت على مقاومة الار انبوت، فولت على تيار ولا ايه، بي انبوت على الاي انبوت، بي انبوت اللي هي قلنا 2000 اي اي في ال في الار اي، ده بعد ايه، بعد الابروكسيميشن، ان الفا ان ار اي بارلل مع ان الار اي سمول يعني بارلل مع الار اي كابيتال بار اي سمول، وار اي زائد الار اي باتنين ار اي، وتحت الاي اي احنا قلنا انها ايه اي اي على واحد زائد بيتا، الاي اي تي مع الاي اي والواحد زائد بيتا تطلع فوق، فطبعا الار اي مود بتساوي 2 الفا في 1 زائد بيتا، 2 الفا في 1 زائد بيتا في الار اي. الالفا ممكن برضه نبسطها يعني اكتر، يعني هنقول ان قلنا ان الار انبوت بتساوي 2 الفا 1 زائد بيتا في مين، في الار اي، الالفا هي نفسها اصلا بيتا، بيتا على 1 زائد بيتا، وهنا في بيتا على 1 زائد، هنا في 1 زائد بيتا هتتقابل مع بعض، هنا في 2 وهنا في ار اي، فتديني في الاخير 2 بيتا ار اي. وهنا الار انبوت يعني انا حسبت الار انبوت بدلاله مين، الفي انبوت والاي انبوت، الفي انبوت في السنجل اندد هي نفسها بتاعت الايه الديفرنشال، فالار انبوت فيهم هما الاثنين شبه بعض، وال لا الفي انبوت، لا الفي انبوت في الانج غير ال، لا لا تمام تمام ان شاء الله، اللي في الكومن مود بس اللي هيبقى ايه هيبقى مختلف، لان الفي انبوت فيه هو يعني الفي سي ام فيه مختلف. هو كل الاناليسز اللي انا عملته بيدي دوت موجود هنا في الايه في الورق، ايه لو حد عاوز يرجع له يعني. نفس الخطوات بالظبط. في هنا اكزامبل بنديني البيتا ب 300، بيقول لي هات الاي في والفي اوتبوت والزد انبوت فور ايديال كيس او ابروكسيميت كيس. المنظر دوت هو منظر منظر الديفرنشال على طول، لو دي ما كانتش موجوده كان هيبقى السنجل اندد، لو دي متوصله بدي كان هيبقى الايه الفي كومن مود. يعني المهم الواحد يبقى عارف ان هو مش هيقول لك انت شايف شكل الرسمه تعرف منها دي تبع انهي يعني. ماشي، في الاي دي كانت الحاجات اللي كانت في الاول، كان الاي تي قلنا الاي تي هتقسم بالنص عليهم هما الاثنين، فاحسب الاي تي الاول هيبقى ايه 15 اللي هي البي اي على على الار اي، ف 15 على 7.5 ب 2، احسب الاي اي 1 الاي اي 2 هيطلع ايه 1 ملي امبير، الار اي هي الفي تي على الاي اي، الفي تي كده 25، الاي اي انا حسبتها هتطلع 25 اوم، الاي في ديفرنس اللي هو ديفرنس امبليفاير احنا حاسبينها ان هي ار سي على الار اي، تطلع على طول 200 فولت على الفولت. وبعدين هو قال لي احسب الاي في حسبتها، عايز نحسب الفي اوتبوت، الفي اوتبوت هي ايه، انا الاي في اصلا هي الفي اوتبوت على الفي انبوت، الفي انبوت هو مداني انها ب 1 ملي فولت، فاحسب الفي اوتبوت عوض على طول يعني ما فيهاش حاجه. بعد كده عايز احسب الار انبوت، الار انبوت احنا قلنا انها ايه 2 بيتا ار اي، البيتا ب 300 والار اي انا حسبتها بايه ب 25، طلع معايا هي 15 كيلو. في الابروكسيميت كنا بنضيف الفي بي اي عندي فهتبقى اي تي 15 على 7 من 10 على 7.5، طلعت الاي اي 1 نفس كل حاجه بقى، الفرق بس ان الاي تي اتغير، فالاي اي هيتغير، فهنلاقي ان الار اي اتغيرت، فهنلاقي ان دي اتغيرت دي اتغيرت دي اتغيرت، بس نفس القانون ونفس التعويض بالظبط. في حاجه اسمها الكومن مود ريجكشن ريشيو، بتكون النسبه ما بين الاي في اللي هو الجين بتاع الديفرنس على الجين بتاع الكومن مود، ولما بيجيها بالديسيبل بتبقى ايه 20 لوج الاي في ديفرنس على الاي في كومن مود، دي يعني بتحدد يعني قدرة ال difference amplifier اللي معايا ان هو يريجكت ال common mode signals.
وكل ما كانت اعلى كل ما كان ايه، كل ما كان الاداء بتاعه افضل يعني، عشان الفيكتور هارمونيكس والحاجات دي. فهنا لو ده اكسرسايز تاني الفي انبوت ب 100، ده كده من المنظر ده ايه، ده الفي كومن مود، طالما الاثنين دول متصلين مع بعض عايز نحسب الفي اوت. الاي في كومن مود احنا حاسبين ان هو ايه، الار سي على 2 ار اي. الار سي بكام؟ ب 1 ميجا اوم. الار اي الار سي ب 1 ميجا اوم، والار اي برضه ب 1 ميجا اوم، فده يطلع لي بنص. فهو عايز الفي اوتبوت، هو مديني هنا الفي انبوت. الاي في سي ام دوت هو مين، هو الفي اوتبوت على الفي انبوت. حسبت الفي اوتبوت هلاقي ان اصلا ان الاوتبوت طالع اقل من الانبوت، ده معناه ان الانبوت دوت كان عليه نويز والبتاع ده شالها وخرجه من غير النويز. فالفي سي ام بيستخدم في ايه، في التخلص من النويز. سؤال تاني، الاي في ديفرنس ب 150 فولت على الفولت، والاي في سي ام بنص فولت على الفولت، وقال ان الفي انبوت ب 1 ملي فولت. فليد بيك اب 1 ملي فولت نويز، احسب لي الفي اوتبوت. الفي اوتبوت في حالة الديفرنس هتبقى ايه، في او دي على الفي اي دي اللي هي دي معايا، هضرب هتطلع ايه 150 ملي فولت، والاي سي ام تطلع ايه عوض برضه هيطلع نص. فايه الفي اوتبوت في حالة الكوم اقل حوالي 300 مرة عن الايه، عن الفي اوتبوت بتاعة الديفرنس، وده معناه ان ده خاص بس بايه، بان هو يشيل النويز مش اكتر، مش متخصص اكتر في الامبليفايرز يعني، في الامبليفيكيشن. ودايما بيتحط كانبوت في الدايره، بيتحط ديفرنس امبليفاير، فهو ده الايه الكومن نوت بس كده. شكرا.